الفئة الأولى القسم الثالث في هذه الأثناء. إذن اكتمل عقد الجميلات الرائعات في أرض الميدان، لوحة جميلة من المهرات العربية الأصيلة
التي نشاهد هنا بأرض الميدان، ونشاهد هذه الجمال الرائع المميز، هذه الأناقة والرشاقة وأيضا القوة والأصالة مع المهرة العربية الأصيلة. نشاهد لوحة جميلة بأرض الميدان، بعتقد راح تكون منافسة رائعة مميزة في هذه الفئة، فئة المهرات بعمر سنة واحدة القسم الثالث. وأذكر مرة أخرى ببطولة الفرق التي انطلقت من هنا من بطولة المراسم رباب، هذه البطولة أذكر بها مرة أخرى، تتميز مسابقة الفرق بالتنافس بين خيول مجموعة فرق أو فرقة واحدة من المربين، حيث يتعاونوا فيما بينهم لعرض خيولهم المفضلة لتلك المسابقة، ويقوموا بتسمية فرقتهم بالاسم المفضل لديهم. إذن كل فرقة لديها اسم، هم يكون يختاروه، كل فرقة تختار الاسم المفضل للفريق، وأيضا تتشكل من انضمام مجموعة من المربين لتكوين فرقة، بحيث تبدأ الفرقة بحد أدنى 3 وحد أقصى 5 مربين، يعني من 3 إلى 5 مربين ممكن أن يشكلوا فرقة. كمان يجب أن يكون ضمن الفريق مربي واحد، هذه نقطة مهمة على فكرة، مربي واحد على الأقل تحت سن 35 حتى وإن لم يكن مشارك في البطولة. تبدأ الخيول المشاركة تحت مظلة كل فرقة بحد أدنى 3 وحد أقصى 3 خيول، أما حسب النقاط راح يحسب ل3 خيول، يعني لو فرقة اشتركت ب6 خيول وفرقة ب3 خيول راح يتم اختيار نتائج أحسن 3 خيول من 6 خيول مشتركة فيها الفرقة، لأنه حد أدنى 3 خيول حد أقصى 6 خيول، والنقاط تحسب ل3 خيول من كل فرقة حتى لو كان لديها 4 أو 5 أو 6 خيول للفرقة الواحدة، هذا فقط للتوضيح. وأيضا يحصل المركز الأول على 7 نقاط، والثاني 5 نقاط، والثالث 4 نقاط، والرابع 3 نقاط، والخامس على 2 نقطة، هذا بالنسبة للفرق. وإذا كان تعادل أو حصل هناك تعادل نعود للعلامات التي حصلت عليها خيول الفرق في الكلاسات أو بالفئات. هذا شرح تقريبا تفصيلي، الشكر الجزيل لأصحاب هذه الفكرة الشيخ خالد بن لادن، كما أخبروني أيضا الأستاذ نشأت حجازي، لهم منا كل التحية، هذا سبق لهم وهذه سابقة، لأول مرة تعلن هذه الفكرة في العالم، وأعتقد راح تتطور هذه الفكرة كثيرا. وكما سمعت من الشيخ خالد بن لادن والأستاذ نشأت حجازي، سوف نكون أيضا مع دوري لهذه الفرق بإذن الله كل عام بالنسبة للبطولات كلها للتجري في مصر. نستقبل أولى المهارات بأرض الميدان. المهرات، المهر رقم 27 شاهدناه من خلال الحركة، والآن من خلال المشي ذهابا وإيابا والنظر إلى القوائم من الخلف والعودة والنظر إلى القوائم من الأمام ومن ثم الوقوف. أنا كثير مبسوط شايف 5 حكام عرب رائعين مميزين في أرض الميدان، وكثير مبسوط على هذه العلامات المتقاربة بين حكامنا الرائعين، حكامنا العرب المميزين، يعني كما شاهدنا يمكن الفرق نص علامة أو إجماع، وهذا يعني
هذا التألق لحكامنا العرب في بطولة المراسم رباب، تشجيعا لهم لهم منا كل التحية، وهم كفؤين ويستطيع أن يحكموا بطولات عالمية بخبرتهم العربية الأصيلة. بالفطرة هم حكام وهم مربون وهم عاشقون للجواد العربي الأصيل، لهم منا كل التحية والدعم والتقدير. ولبطولة مراسم رباب كل التحية لاختيار هؤلاء الحكام الذين أثبتوا علو كعبهم، فعلا أثبتوا علو كعبهم ما شاء الله، ويضاهون حكام العالم، لا بل يتفوقون في كثير من المجالات عليهم. لهم منا جوما كل التحية والتقدير. نستقبل المهرة التالية. اللحظات الأخيرة لهذه المهرة أعزائي، وسوف نعلن نتائج المهرة التالية، المهرة التي شاركت قبلها بعد دخول هذه المهرة إلى أرض الميدان. Next, free to go. إذن نعلن نتائج أولى المهرات. المهر رقم 27 محبوبة سيسو، وهي من الأب أدهم المصري والأم محبة القصار. أما
المربي والمالك مزرعة سيسو سكور في نمبر 27 وردائي بالهوية العربية 19.5 مجموع علامات محبوبة سيسو. المهرة التالية إلى أرض الميدان لدينا نتائج المهر رقم 28 هنايا الفرزدق وهي من الأب مدينة النقيب والأم همسة همام المربي والمالك مزرعة الفرزدق سكور في نمبر 28 تايب الهوية العربية 19.5 هيدا رأس الرقبة يونانيمس 19.5 ونص من جميع الحكام بدان تابلان جسم محط الظهر اجماع ايضا ما شاء الله 18 من جميع الحكام ليكس القوائم 15.5 موفمنت الحركة 18.5 توتال سكور 90.30 اذا 90.30 مجموعة علامات الجميلة هنايا الفرزدق. لازلنا مع الجميلات في هذه البطولة الرائعة بطولة المراسم رباب نتابع وإياكم هذه الفئة فئة المهرات بعمر سنة واحدة القسم الثالث سوف نستقبل بعد لحظات المرة التالية next filly to go Thank you.
إذا ننتظر هنالك بأوراق الحكام للمهر رقم 30، ننتظر نتائجها، يمكن نعلن المهر رقم 29 قبلها، قبل المهر رقم 30 نتأكد من أوراق التحكيم. Okay, next, ready to go. انتظار علامات المهر رقم 29، نوف النايف، نوف النايف من الاب دسوق البوادي والام نايف الخالد، المربي والمالك مزرعة النايف. سكور في نمبر 29 نوف النايف، تايب الهوية العربية 18.5 19 19 18.5 19 18.5. هيد النك، رأس الرقبة 18.5 19 19 19 18.5 19 18.5 بعد ان تبلانج سمعت الظاهر 17.5 18 17.5 18.5 17.5 18.5 movement الحركة 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 total score 90.60 90 جمعتها نوف النايف. بانتظار علامات المهر رقم 30 قمر ايجا، وهي من الاب حكيم الشروق والام مها البوادي، المربي والمالك مزرعة ايجا. Next ready to go. إذن سوف أعلن نتائج المهر رقم 30
وهي قمر إيجا سكور في نمبر 30. تايب الهوية العربية 19.5 19 ونصف جميع الحكام بدان تابلان جسم وعط الظهر يونانيمس 18 18 جميع الحكام ليكس قوائم 15.5 movement الحركة 18.5 total score 90.40 إذن 90.40 للمهرة رقم 30 قمر إيجا. Thank you. Next ready to go. إذن سوف نتعرف إلى نتائج المهرة رقم 33 أكرى البوادي. أكرى البوادي من الأب مدين نقيب والأم علي البوادي المربي مزرعة البوادي والمالك الأستاذ طارق عثمان. سكور في نمبر 33 تايب الهوية العربية 19.5 رأس ورقبة 89.80 مجموعة علامات أكرى البوادي. Next, ready to go. نعود إلى علامات المهرة رقم 31 نيفين أبو جامع وهي من الأب غلام صقر والأم نيرفانا صقر المربي والمالك مزرعة أبو جامع. سكور في نمبر 31 تايب الهوية العربية 19.5 هيد أند نيك رأس ورقبة
19.5 بعد أن تبلانج سماحة الظاهر يونانيمس 17.5 17.5 جميع الحكام ليكس قوائم 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 and 15.5 movement الحركة 19 19 19 18.5 18.5 and 19 total score 90.30 90.30 إذا 90.30 مجموع علامات المهور رقم 31. أعتقد هذه المهورة كانت قد استبعدت, أعتقد رقم 35 استبعاد لأنها كانت تعاني من العرج. لدي نتائج المهور رقم 34 وصفية الشاعر ويهب الأبغى للإخلاص والأم شريفة الجيداء المربي والمالك المربي مزرعة الشاعر والمالك مزرعة بسيوني سكور في نمبر 34 وصفية الشاعر تايب الهوية العربية 18.5 19 19 18.5 4 times هيدا نك الرأس والرقبة يونانيمس 18.5 18.5 جميع الحكام بعد أن تبلانج سماحة الظاهر 18 18 18 17.5 18 and 18 legs قوائم 15.5 6 times 1 time 15 movement الحركة 19 19 19 18.5 19 18.5 total score 89.50 89.50 89.50 مجموع علامات المهور رقم 34 وصفية الشاعر 89.50 Next, ready to go. لدي نتائج المهرة رقم 32 أنتيكي شاية أنتيكي شاية من الأب محمود الجزيرة ومن الأم شدوان الشربتلي المربي والمالك مزرعة أنتيكي سكور في نمبر 32 تايب الهوية العربية 18.5 18.5 19 18.5 19 19 رأس ورقبة 19 19 19 18.5 19 19 18.5 بعد أن تبلانج سماحة الظاهر 17.5 18 18 4 times 17.5 legs قوائم
15.5 movement الحركة 89.5 مجموع علامات المهرة رقم 32 انتي شايع. Next, where did you go? إذن نأسف لاستبعاد المهر رقم 38 لا تعاني من عرض سوري to disqualify for number 38 because was lame. Thank you judges, thank you ringmaster, thank you DC. شكرا حكامنا الرائعون وشكرا مسؤول الميدان وشكرا للجنة الانضباط. نعلن نتائج المهر رقم 36 الميرا دي الكي من الأب كولرز و من الأم بشرى الأنجي المربي مزرعة مورات تلاك والمالك مزرعة سيتادل سكور في نمبر 36 تايب الهوية العربية يونانيمس 19 من جميع الحكام هيد أدنك على صور رقبة 89.60 مجموع علامات المهرة رقم 36 الميرادي الكي. وسوف يتفضل السيد ناصر المنصوري مزرعة الوجبة مشكورا بتتويج الفائزات بعد اعلان النتائج. نتائج للمهر رقم 37 نوارة الشريف وهي من الأب عمار البوادي والأم نورة الشريف المربي والمالك مزرعة الشريف سكور في نمبر 37 تايب الهوية العربية يونانيمس 18.5 18.5 جميع الحكام هيدا أدنك الرأس والرقبة يونانيمس 18.5 18.5 جميع الحكام بدان تابلاين الجسم وحط الظهر 17.5 18.5 legs القوائم unanimous 15.5 15.5 جميع الحكام movement الحركة
18.5 total score 88.70 88.70 مجموع علامات نور الشريف. كانت هذه آخر المشاركات. بعد أعلان النتائج سوف يتفضل سيد ناصر المنصوري مزرعة الوجبة مشكورا لتويج الفائزات. بعد أعلان النتائج كونوا معنا بعد لحظات نعلن النتائج. فيرست بليس المركز الأول ما شاء الله عليك يا شيخ جاسم مبروك. المركز الأول للجميلة رقم 29 في نمبر 29 نوف النايف. مبروك للشيخ جاسم بن عيدة الثاني. مبروك ما شاء الله على مزرعة النايفات. ألف مبروك تستاهل. مبروك المركز الأول. سكند بليس المركز الثاني في نمبر 30 قمر إيجا. ألف مبروك لمزرعة إيجا الرائعة. المركز الثاني. ثيرد بليس المركز الثالث في نمبر 28 هنايا الفرزدق. ألف مبروك لهنايا الفرزدق وألف مبروك لمالكها مزرعة الفرزدق الرائعة. فورث بليس المركز الرابع في نمبر 31 رقم 31 نيفين أبو جامع. نبارك لمزرعة أبو جامع. فيفث بليس المركز الخامس في نمبر 27 المهر رقم 27 محبوبة سيسو. ونبارك لمزرعة سيسو. تفضل السيد ناصر المنصوري مالك مزرعة الوجبة مشكورا بتتويج الفائزات. فيرست بليس نمبر 29، سكند بليس نمبر 30، ثيرد بليس نمبر 28، فورث بليس نمبر 31، فيفث بليس نمبر 27. تفضلوا. إذن نبارك للجميلات الرائعات. فيها كانت جميلة حقيقة. أعشار من العلامات تفرق المراكز الأولى. وأذكر المتأهلات المركز الأول والمركز الثاني للبطولات. البطولات مفتوحة أيضا. المبروك للجميع. نتوج الرائعة نوف النايف. ألف مبروك لمزرعة النايفات للشيخ جاسم بن عيدة الثاني. ألف مبروك المركز الأول. هذه الجميلة من الأب سوق البوادي والأم نايفة الخالد المربي والمالك مزرعة النايف الرائعة. ألف مبروك لمزرعة النايف المميزة. ألف مبروك. وتتوج قبل السيد ناصر المنصوري له منا كل التحية والتقدير مالك مزرعة الوجبة. المركز الثاني لرقم 30 نبارك الجميلة الأخرى قمر إيجا من الأب حكيم الشروق والأم مها البوادي المربي والمالك مزرعة إيجا الرائعة. ألف مبروك لمزرعة إيجا المميزة. ألف مبروك المركز الثاني. كما ذكرت أعشار من العلامات أفرقت المراكز الأولى. هذا دليل على قوة المنافسة وجمالها. تتوج الآن من قبل السيد ناصر المنصوري. المركز الثالث للجميلة الأخرى رقم 28 هنايا الفرزدق من الأب مدينة النقيب والأم همسة همام المربي والمالك مزرعة الفرزدق الرائعة. ألف مبروك لمزرعة الفرزدق.
والمركز الرابع للجميلة نيفين أبو جامع، نبارك لمزرعة أبو جامع. والمركز الخامس لمحبوبة سيسو، ألف مبروك لمزرعة سيسو. إذا مبروك الجميع الفائزات المهرات والفائزين مالكين ومربين. لحظات أعزائي ونكون مع الفئة التالية، كونوا معنا مع المجموعة الثانية ألف بعد لحظات مهرات بعمر سنتين. إذا كل الشكر لسيد ناصر المنصوري لتفضله بتتويج الفائزات بهذه الفئة. I grazed your lips with my lips. Our worlds collided.